بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلب التانية ثانوي حبايبي، وحشتوني كتير والله. سالو تو لو موند. اون فا فير فينال ريفيزيون اجوردي، فينال ريفيزيون دوزيام اني سيكوندير. طبعا احنا زي ما احنا متعودين ان شاء الله هناخد النهاردة مراجعة نهائية لتانية ثانوي، وهنقسم المحاضرة بتاعتنا على جزئين. الجزء الاول هنبدأ بيه دلوقتي، وهو الفوكابولير بتاعت الفينال ريفيزيون. اول حاجة زي ما احنا متعودين دايما كنا بنقولها، وهي نو ماسكولان. مش عايزين نسكت، لازم نردد الكلمات مع بعض. أباري فوتو، أخبر، أفيون، أفوكا، باتو بيغات، بولانجي، كاميون، سيال، سيتادان، كوافير، شومان، كونتينون، كوزينيي، بيزاج، بون، بومبيي، بورتابل، بروبليم، ميوزي، وازو، بي، ديغيزمون، تروتوار، سولي، تليفون، تم، انفيرميير، فو تريكولور، اتينيرير، جورناليست، اموبل. معايا؟ تمام. جو، ابيتون، نياج، بارك، ميتيي، باساج بيتون، بيتون، فوتوغراف، بار داتراكسيون، بنتر، امبلوا دو تون، ايتاج، كارتيي، رون بوان، سكوتير، تم، سكارابي، ديسيناتور، ديكسيونير، دوميسيل، اليمون، فيلو، توبوغان، فيترينير، ترين دي مين، فولكون، كور، انسكت، فوندور، انسوندي، فلوف. معايا يا ولاد؟ تمام. كل دي الكلمات الايه؟ تمام. النو ماسكولان. ننقل على نو فيمينان. اكتيفيتي، كرر، ها ريبيتي سيل فو بلي. اكتيفيتي، ادريس، اني، فارماسي، هيرب، بروميناد، فوتو، كاميرا، كامبانيا، كابيتال، شوف سوري، سيركولاسيون، forêt, gare, grenouille, heure, humeur, infirmière, invitation, moto, pardon, langue, moto, motocyclette, patinoire, fête, feuille, une soirée, profession, nature, plante, monnaie, nationalité, passion, piste cyclable, rivière, statue, piste, coccinelle, entrée, poste, vacances, montagne russe,
profession, profession, saison, place, ville, rue, station de métro, use, maison hantée, voiture, horloge. تمام يا ولاد؟ تمام. يبقى احنا كده خدنا الجزء الاول من الفوكاب وهو المو بتاعنا اللي هي الايه؟ الكلمات. طيب هنسيب طبعا الجزء الثاني دوت اللي هو الجرامير، ننقل بسرعه بسرعه كده. طبعا الجرامير هنقوله ان شاء الله على البوختابل هيبقى افضل بكتير جدا، بس حضرتك وحضرتك خليكي معايا، مهم جدا جدا بعض الجمل الهامه جدا مراجعه قبل الامتحان. تعال بص في الجمل ديت. مي كوبان فوني ا ما فيت. مي كوبان فوني ا ما فيت، يعني صحابي تعالوا الى حفلتي. il y a du vent fort dans le nord du pays. يوجد ريح قوية في شمال البلاد. ma tante ma tante est pompier، يعني عمتي او خالتي est pompier، في تشتغل في المطاف يعني. En vacances, on va à la montagne. في الأجازة بنروح إلى المونتاني، المونتاني اللي هو الإيه؟ الجبل، تمام. J'adore les fêtes déguisées. J'adore les fêtes déguisées. يعني أنا بعشق الحفلات التنكرية اسمها fêtes déguisées. Aujourd'hui, il y a du soleil partout. يعني النهاردة في شمس في كل المكان. Quel temps il fait؟ Quel temps il fait؟ يعني حالة الطقس إيه؟ médecin. médecin. D'accord, médecin, c'est ma profession idéale. يعني الطب دي مهنتي المفضلة يعني. La fête commence à 8h. La fête commence à 8h. تمام؟ الحفلة هتبدأ الساعة 8. Moi, je ne fais pas de tennis. أنا مش بلعب تنس أو مش بمارس التنس. Ma famille habite au Caire. يعني عائلتي تعيش في القاهرة. Quel élément de la nature tu aimes؟ Quel élément de la nature tu aimes؟ يعني ايه عناصر الطبيعة اللي انت بتحبها؟ En été nous allons au Canada. في الصيف احنا بنروح الى ايه؟ الى كندا. Monsieur, vous venez d'où؟ حضرتك جاي منين؟ Quelles sont tes passions؟ ايه هوايتك؟ او ايه هواياتكو؟ L'amitié est froide à Paris. يعني الطقس بارد في باريس. Marc est d'origine italienne anglaise. Marc est d'origine italienne anglaise. يعني مارك يكون من جنسية من أصل إيطالي إنجليزي. أبوخت أو برون تا جيتار على فيت، احضر تا جيتار الجيتار بتاعك على فيت إلى الحفلة. دوما إل فافير شو باختو، بكرة الجو تقريبا حر في كل مكان. إليا دو لا نيج، نيج تلج سور لي مونتانيا، مونتانيا قلنا الجبال. مادلين أبيت بخي دو سونيكول، مادلين بتسكن près de، يعني بالقرب من سون ايكول مدرستها. tu préfères quelle saison؟ ايه الفصل اللي انت بتفضله؟ la gare est à côté du musée، او la gare est à côté du musée، est à côté du musée، بجوار المتحف. le temps est super en printemps، يعني الطقس رائع في printemps، printemps يعني الربيع. marche sur le trottoir، يعني امشي على الترتوار، ترتوار الرصيف يعني. ليو ام فير دو باتان ا جلاس، ليو بيحب يلعب او بيحب يمارس الباتان ا جلاس، تزحلق على الجليد. طون ديغيزمون سي كوا، طون ديغيزمون سي كوا، تنكرك في ايه؟ اليا دي فو اون اوتون، في ريح في الاوتون، اوتون الخريف. لو سينما ايت ا كوتي دو لا باتينوار، لو سينما ايت ا كوتي دو لا باتينوار، يعني السينما قريبه من الباتينوار اللي هي ساحه التزحلق. مون بير برون لا فواتور، Mon père prend la voiture. يعني أبويا خد العربية. Je passe mes vacances à la campagne. أنا بقضي الأجازة بتاعتي في الكامباني. Nous allons à Luxor en train. Nous allons à Luxor en train. إحنا بنروح لأقصر بالقطار. Nous venons du parc d'attraction. إحنا جايين من الحديقة العامة. طبعا دي بعض الإيه؟ بعض الإكزارسيس اللي المفروض حضرتك وحضرتك إيه؟ تحلوها. داكور؟ تعال نشوف الجزء الأخير في الفوكاب وهو لي سوجي. لي سوجي أول سوجي في الفينال ريفيزيون بتاعتنا نيميرو 1. ديكري تون كارتييه،
اوصف لنا الحي بتاعك من حيث البوزيسيون. بوزيسيون يعني الموقع، تمام. ليو، ليو يعني الاماكن. جينيال، رائع. الجملة الأولى: مون كارتييه سابيل الأمل، يعني الحي بتاعي اسمه الأمل. إلي أو سونتر فيل، يعني في وسط البلد. دون مون كارتييه، في الحي بتاعي. إليا أن بارك، في بارك. دي ماجازان، ماجازان محلات. دي كافي، وقهاوي. إن يا با، مفيش، لا يوجد. دو جار، محطة. سي أن كارتييه جينيال، يعني الحي بتاعي جينيال، جينيال يعني رائع. الموضوع الثاني بيقول لك ديكري ليتينيغير بور الي او ميوزي، اوصف خط السير علشان تذهب الى الايه، الى المتحف، مستعينا بالكلمات اللي موجوده. تغني ترافيرسي اتر. نمبر 2 ديكري ليتينيغير بور الي او ميوزي، مستعينا انت بارونتيز، تغني يلف او يدور، ترافيرسي يعبر، اتر يعني يكون. الجمله الاولى بيقول لك برون لا دوزيام رو اغوش، اغوش تمام، خد الشارع الثاني شمال. الجملة الثانية تغنى ادغوات، لف اليمين. الجملة الثالثة ترافيرس لا ري، اعبر الشارع. الجملة الأخيرة سي او تروازيام فو ان فاس دو توا، يعني في الإشارة الثالثة ان فاس دو توا، هتكون أمامك. نمرو تغوا بارل، كلم. دي تون، عن الطقس. ان كاتر سيزون، ان كاتر سيزون، في الأربع فصول، مستعينا بالكلمات اللي موجودة: إيفير، أوتون، برينتون. أون إيتي، في الصيف. إل في شو، لو سولي بخي، يعني في الصيف جو حر، الشمس بتلمع. أون إيفير، إل في فغوا، جو برد. إل بلو، بتمطر. أون أوتون، في الخريف. إل في موفي، جو سيء. إل يا دي فون، في رياح. أو برينتون، أو برينتون، في الربيع. إل في بو، لو سييل بلو، جو جميل والسماء تكون زرقاء. نمرو 4 ديكري، اوصف. طافيل، طافيل، اوصف مدينتك. اكري، اكتب. البوزيسيون اللي استخدمناها فوق يعني الموقع. ليو، ليو الاماكن. وكاركتير، كاركتير يعني سمة الشخصية او سمة المدينة بتاعتك ايه يعني. طبعا الكاركتير سمة شخصية، لكن لما تستخدم مع اسم المكان هتبقى الموقع بتاعنا او الشكل العام للمدينة بتاعتك شكلها ايه. نمرو اه ما فيل سابيل لوكير، يعني مدينتي اسمها القاهرة. الي اون باس ايجيبت، الي اون باس ايجيبت يعني هي موجودة في الباس ايجيبت، تمام. دون ما فيل، دون ما فيل، في المدينة. اليا دي بارك دي ميوزي. ان يا با دو مير، طبعا مير اللي هي البحر، مير ما فيش بحار طبعا في القاهرة. سيتون فيل جينيال، مدينة جينيال طبعا. نمرو 5 سول ويكند، النهاردة الويكند. اكسبليك، اكسبليك يعني اشرح. تون امبلوا دي تون، داكور. تون امبلوا دي تون يعني جدول المواعيد اللي هتعملها، او ايه تنظيم وقتك، الوقت اللي انت هتنظمه في الويكند بتاعك، هتعمل ايه على مدار الويكند. الويكند طبعا يقصد بيه الاجازة الصغيرة اللي يقصد بيه يوم مثلا، فترات اليوم. لو متى، الصبح. جو في او كلوب، بور جوي او فوت. اميدي، ظهر. جو في على موسكي، ان شاء الله موسكي المسجد يعني. لابخي ميدي جو دي جون افيك لا فامي، انا بتغدى مع الفامي بعد الظهر طبعا. لو سوار جو في او سينما، بروح السينما. نمرو 6 بارلي دون فيت ديغيزي، اتكلم عن الحفلة التنكرية. كون، امتى. تم الموضوع انديسبونسابل، انديسبونسابل يعني الحفله هتكون شكلها ايه. جو في اون فيت ديغيزي شي موا، هعمل حفله عندي. الي لو 15 ماي، 15 مايو. لو تيم دو لا فيت اي لي بروفيسيون، موضوع الحفله لي بروفيسيون يعني المهن او الوظائف. لا بون هومور، لا بون هومور. اي انديسبونسابل على فيت يعني المزاج كان كويس في الحفله، الحاله المزاجيه بتاعتنا كانت يعني كويسه جدا. سوبر، تري سوبر. بارل دو تون اي لا ناتور اون اوتون، بارل دو تون اي لا ناتور اون اوتون، يعني اتكلم على الطقس والناتور اللي هي الطبيعه في الاوتون
في الخريف مستعينا بالكلمات اللي موجوده سيال فون فيي، سيال السماء، فون ريح فيي يعني اوراق. جيم لوتون، جيم لوتون، انا بحب الخريف. سوني با ما سيزون بريفيري، هو بيحب الخريف لكن هو مش طقسه المفضل. الفي موفي الجو سيء، لو سيال اغري السماء بيكون لونها رمادي. لو في دي زاربر تومب الاوراق بتاعت الشجر بتوع، اليا دي فون في ريح. الموضوع الاخير اكسبليك تونون بلوا دي تون، اشرح لنا جدول مواعيدك في يوم ديمانش، يوم الحد، يوم اللاندي، يوم المارتي. مرة الحد بتعمل ايه، مرة الاثنين بتعمل ايه، مرة الثلاث بتعمل ايه. سامدي متى جو في ا اون فيت ديغيزي، جو في ا اون فيت ديغيزي، باردون جو في زا اون فيت ديغيزي. طيب ديمانش جو في او سينما افيك ماريون، لاندي جو في او زو افيك بابا، ماردي جو في دو فيلو، ماردي جو في دو فيلو. كده احنا رجعنا على الفوكاب كلها، الفوكاب من خلال المو بتاعتنا، من خلال الكلمات، من خلال فراز بعض الجمل، ومن خلال السوجي. تمام، هنشوف بقى الدوزيام بارتي، الجزء الثاني هو الجرامير. اتوندي سيل فو بلي. طيب قبل ما ننقل نشوف طبعا حبايبي، قبل ما ننقل على التابلو عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا ولازم تعرفها، سواء كنت ولد او بنت او اي حد شايف المحاضره بتاعتي دلوقتي، هي الموضوع ازاي اذاكر وازاي احفظ. والموضوع بالنسبه لي هيبقى شائك لان احنا راجعين بعد فتره اجازه، طب اعمل ايه؟ خلي دايما عندك او خلي دايما عندكم يقين ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. فحضرتك طول ما انت مواظب على جزء مهم جدا هو الصلاه رقم واحد في مواعيدها، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. وخلي دايما المذاكره بتاعتك او المذاكره بتاعتكو دايما بتكون ما بين وقتين مهمين جدا. ايه الوقت الاولاني؟ ان انت تمسك المصحف تقرا فيه بعض الايات، ثم بعد كده تذاكر، ولما تيجي تخلص مذاكره برضو تقرا بعض الايات. خلي بالك ان دايما القران، القران ده بتاعنا، لازم ربنا سبحانه وتعالى لازم هينور لك بصيرتك، ان انت ما تيجي تقرا القران هو نور، وتخلص بالقران هو نور، فما بين نور ونور هيكون نور، فربنا سبحانه وتعالى هييسر لك امرك وهتقدر تذاكر بكل سهوله. طيب القران خلصت، في حاجه تانية وهي برضو مهمه جدا جدا، برضو ما بين المذاكره والمذاكره ممكن اعملها، وهي دايما ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي دايما مذاكرتك بين صلاتين، الصلاه على النبي في الاول والصلاه على النبي في الثاني، هتلاقي الموضوع مهم جدا، وهتلاقي الموضوع بقى سهل معاك جدا جدا جدا، لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي بتيسر الامور كلها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يكفيك الله همك ويكشف عنك غمك. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير هتلاقي قلبك منشرح، وهتلاقي الامور بسيطه جدا وسهله جدا بالنسبه لك. يبقى احنا عندنا امرين، يا اما قراءه قران او الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. الامرين دول مهمين جدا، طول ما انت بتذاكر خلي لسانك دايما رطب بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبايبي تعال بقى ننقل ونشوف الجزء الثاني من الفينال ريفيزيون، وهي على التابلو، وهو الجزء الثاني وهو الجرامير. اتوندي. اهلا بيكم مره ثانيه مع الجزء الثاني وهو الجرامير. تمام، زي ما احنا قلنا من شويه وباكد ودايما بقول، خلي المذاكره بتاعتك ما بين، ها تمام، ما بين الصلاه على النبي في الاول ومذاكره، والصلاه على النبي في الثاني صلى الله عليه وسلم، او طبعا لو حبذا لو كان الاثنين يعني يبقى كتر خيرك، يعني يبقى احنا كده عملنا اعجاز. قراءه قران في الاول، مذاكره، وبعد كده قراءة قرآن. ما بين قراءتي القرآن هتلاقي الدنيا ميسرة تماما. تعال بقى ننقل على الجزء الثاني من الفينال ريفيزيون اللي هي المراجعة النهائية. احنا رجعنا على الجزء الفوكاب، الجزء الثاني بقى لا غرامير، القواعد، أول نقطة في القواعد. قواعد مهمة جدا جدا، لا يكاد تخلو لغة من القواعد.
اساس اللغه هي القواعد طبعا، طبعا بالاضافه للكلمات، ولكن الجرامير هو اللي بيخليك تبني جمله وتقدر تعمل في خاص جمله كويسه جدا. تعال نشوف الجزء الاول. رقم واحد، وسائل المواصلات. اي وسيله من وسائل المواصلات اللي احنا عارفينها، بيس، كاميون، فاتور، اي وسيله مواصلات. عندنا نوعين من وسائل المواصلات. في وسيله مواصلات بنركب جواها بداخلها، وفي وسيله مواصلات بنركب، ها تمام، بنركب عليها. يعني ايه يا مسيو؟ يعني ايه وسيله مواصلات بنركب جواها؟ زي العربيه، العربيه بنركب جواها. طب ايه اللي بنركب عليها؟ زي الموتوسيكل بنركب عليه. يعني وسيله مواصلات مكشوفه معراه دي اللي بنركب عليها، وفي وسيله مواصلات مغطاه اللي بنركب ايه؟ اللي بنركب جواها. فعشان كده قلت لك ان وسائل المواصلات، كل وسائل المواصلات، يبقى احنا عندنا نوعين من وسائل المواصلات، ايه وايه؟ تمام، وسيله مواصلات بنركب عليها، وسيله مواصلات بنركب جواها. يعني ايه بنركب عليها ويعني ايه بنركب جواها؟ اللي قلنا المغطاه او الايه؟ او المعرى. يبقى انا عندي وسيله مواصلات هنا ايه؟ تمام؟ مغطاه. مغطاه زي ايه؟ زي البيس. زي ايه تاني؟ زي تران. تمام، وهكذا. يعني كل دي وسائل ايه؟ وسائل مواصلات مغطاه. وسيله المواصلات المغطاه تسبق بحرف الجر اون. اون تمام، اون بيس، اون تران، بالبيس، بالقطار، بالعربيه، وهكذا. تمام، يبقى الجزء الاول، يبقى وسيله المواصلات المغطاه بتاخد حرف الجر ايه؟ اون. بار اكزامبل، تعالى شوف مثال. اما اقول جو في او ليسي، تمام، انا اذهب الى المدرسه. نقط، نقط، ها نقط. فواتير، الفواتير دي يعني العربيه. يبقى ايه حرف الجر؟ ايه البروبوزيسيون اللي يتحط مع الفواتير؟ وقلنا الفواتير دي مغطاه، يبقى تسبق بحرف الجر ايه؟ اون. يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عندك وسيله مواصلات، ها وسيله مواصلات ايه؟ مكشوفه. مكشوفه يعني ايه مكشوفه؟ يعني مش مغطاه. تمام، وسيله المواصلات المكشوفه مالها يا مسيو؟ تسبق بحرف الجر تمام، بي. تمام، يعني انا مثلا عايز اشيل كلمه فاتور ديت من الجمله واحط مثلا موتو. موتو، وكمان ما تنساش ان في وسيله مواصلات مهمه جدا جدا هي رجلينا، زي كلمه بييه، قدم. يبقى في الحاله دي طالما في موتو او بي او اي وسيله مواصلات ايه؟ تمام، مكشوفه، ففي الحاله ديت هحط حرف الجر مين؟ هحط حرف الجر يبقى موتو بي. طيب، عندك بروبوزيسيون تاني هو حرف الجر باغ. باغ يعني بي. يبقى معنى كده ان احنا عندنا كام بروبوزيسيون؟ وسيله المواصلات تسبق بكام حرف؟ تمام، ممكن مره مغطاه، مره مكشوفه، باغ. امتى مع بار بقى؟ قال لي مع وسيله المواصلات المغطاه. وسيله المواصلات ايه؟ المغطاه، بس بشرط تكون مسبوقه، ها تمام، تكون مسبوقه بايه؟ بمحدد. فاكرين يا اولاد الدرس بتاع المحددات؟ ايه درس المحددات ده؟ ارجع تاني كده لدرس المحددات، وقلنا المحددات نوعين، يا اما ادوات يا اما صفات، وبدانا وقلنا في كتير جدا اللي هو مين؟ اللي هو درس المحددات دي. وليكن مثلا محدد من المحددات دي اداه التعريف اللي هي له او لا او الا ابوسقف. تمام؟ يعني معنى كده ان وسيله المواصلات المغطاه لو مسبوقه باي محدد سواء كان ادوات او صفات، يبقى في الحاله دي تسبق بمين؟ تسبق ببار. يعني بار اكزامبل، نفس المثال دوت، لو انا شلت، لو انا حطيت مع كلمه فواتور وليكن كلمه لا فواتور، يبقى في الحاله دي هيكون ايه؟ تمام، هيكون حرف الجر مين؟ اللي هو هيكون حرف الجر باغ. يبقى معنى كده ان انا عندي ثلاثه، يا اون يا يا باغ. وقلنا اون مع كل وسائل مغطاه، مع المكشوفه، وباغ مع المغطاه، بس بشرط تكون مسبوقه بايه؟ تمام، تكون مسبوقه بمحدد. طيب، انا ممكن عندي، خلي بالك، ملحوظه مهمه جدا، لاحظ ان ممكن وسيله المواصلات تبقى مسبوقه بمحدد
وليس حرف جر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا تعودنا وقلنا مثلا لما شيف كده، خلي بالك مهم جدا الملحوظة دي، لما اجي اقول كده je vais au théâtre. théâtre يعني المسرح، تمام؟ اوكي، نقط نقط وليكن ها موتو ها voiture la voiture. طيب هنا عندنا موتو، وسيلة مواصلات ايه؟ تمام، وسيلة مواصلات مكشوفة، يبقى في الحالة دي هيكون ايه؟ تمام، voiture وسيلة مواصلات مغطاة، تبقى تمام، voiture وسيلة مواصلات مغطاة بس مسبوقة بمحدد لا، تبقى الإجابة باغ. تمام؟ طيب احنا قلنا الملحوظة دي، خلي بالك من الملحوظة دي مهمة جدا جدا، احنا عندنا وسيلة المواصلات المسبوقة بمحدد، يبقى ممكن قد تسبق وسيلة المواصلات ها بمحدد على طول، بمحدد مباشرة وليس حرف ها جر. امتى بقى؟ امتى؟ يبقى ممكن ما يكونش ايه؟ ما يكونش فيه حرف جر، لا هو او ولا او ابا. ممكن يبقى فيه بقى محدد امتى؟ لما يبقى موجود فيرب اسمه فيرب بروندر. يعني ايه بروندر يا اولاد؟ يعني يركب. تمام، يبقى لما يبقى موجود عندي الفيرب ده موجود في الجمله، طب هو هنا الموجود ده فيرب ايه؟ فيرب علي. طب الفيرب اللي موجود ده فيرب ايه؟ فيرب بروندر. طيب تعال نشوف الاكزامبل، تعال معايا كده ونشوف الاكزامبل بتاعنا. اما انا اقول لك جو خو، انا بركب نوت فواتور، ويروح حاطط لي اختيارات ا اون باغ لا. طيب انا عندي ا وعندي او وعندي باغ وعندي لا. اولا فواتور، هنا عندك فواتور، مش مهم كلمه فواتور بقى، يبقى مش مهم اي وسيله مواصلات طالما في فيرب بروندر اللي هو يركب، يبقى على طول يبقى معانا مين؟ يبقى معانا محدد المحددات، محدد لا، محدد لا، باغ محدد لا، اللي عندي مين؟ اللي عندي لا. يبقى لا ده محدد يسبق، احنا عارفين ان لا للايه؟ للكلمه المؤنثه. يبقى لا اللي احنا قلناه عندك لا ل لما يكون ايه؟ تمام؟ مذكر. عندك لا ها لما يكون مؤنث. عندك الابوسخوف لما يكون مبدوء بفويل، مبدوء بحرف ايه؟ مبدوء بحرف متحرك. تمام؟ دي ملحوظه واحد. طيب ملحوظه ثانيه ايه؟ الملحوظه الثانيه ديت احنا قلنا من شويه ان كل الوسائل المسبوقه بمحدد معها مين؟ تمام، معاها بار. ممكن كل وسائل مسبوقة بار ما عدا، يبقى ممكن في وسائل مواصلات ممكن تسبق بباغ، ممكن تسبق بايه؟ بباغ. ممكن ما يكونش في محدد، يبقى كل الوسائل المسبوقة بمحدد معاها مين؟ معاها بار. ممكن برضو وسيلة مواصلات تبقى تسبق ببار بس ما معهاش محدد، مين بقى؟ زي كلمة افيون، بارافيون، ما فيش محدد يبقى بارافيون. طيب ايه تاني؟ باغ باتو، افيون يعني طياره وباتو يعني ايه؟ مركب. انت عندك وسيلتين مواصلات ما معهمش محدد بس برغم كده تسبق بمين؟ تسبق بباغ. يبقى ده الجزء الاول، يبقى دي نقطه واحد، وهي مين؟ وهي المواياد ترانسبور اللي هي وسائل ايه؟ وسائل المواصلات. احنا هنقسم الجرامير نقط، النقطه الاولى اللي احنا قلناها ايه؟ وسائل المواصلات. تعال نشوف بقى النقطه الثانيه بتقول ايه؟ حرف الجر د يدغم. يعني ايه يدغم؟ يدغم يعني يخش في حاجه، حاجه زائد حاجه.
مع أدوات التعريف، وإحنا عارفين أدوات التعريف مع الأماكن، يبقى معنى كده إن حرف الجر ده لازم أن يكون مع الأماكن حسب اسم المكان. إزاي؟ عندك حرف الجر ده، حرف الجر ده بمعنى إيه؟ بمعنى من أو بمعنى عن، تمام؟ بمعنى من أو بمعنى عن. إذا جاء بعده هيدغم بقى أهو، عندك أداة التعريف ل، يبقى ده زائد ل هيدينا البروبوزيسيون جديد، الحرف الجر ده اللي هو المدغم بقى هيدينا دي اذا كان الاسم عندي ماسكولا مذكر. طب لما اجي اتعامل بقى اتعامل مع مين؟ هتعامل مع دول، بس انا اعرف ان ده اصله حروف الجر اللي انا بكتبها دي اللي هي الحمراء دي اصلها ده جت منين؟ جت مع دمجها مع ادوات التعريف. طيب ده زائد ل قلنا دي، ده زائد لا هيدينا دولا، امتى؟ لما يكون اسم المكان مؤنث. يبقى معنى كده ان دو دول بقى اللي هيطلعوا، ده النتيجه، دي مذكر، دولا مؤنث، الا ابوستروف تبقى دو، الا ابوستروف دي يبقى جمع، شرط يكون بعديهم اسماء ايه؟ اسم مكان، تمام؟ طيب اسم المكان مذكر هتبقى دي، اسم المكان مؤنث هتبقى دولا، اسم المكان بادئ بفويل هتبقى دو الا ابوستروف، ها جمع بلوريال تبقى دي. طيب حرف جر د لا يدغم، قلنا يدغم ولا يدغم، يدغم امتى ولا يدغم امتى؟ امتى حرف الجر د ده ما يكونش معاه ادوات تعريف حروف ال، يبقى حرف الجر د ممكن ما يدغمش، ممكن ما تدخلش معاه ادوات التعريف. امتى بقى؟ اذا جاء مع المكان كلا من، يعني المكان ما احنا اتفقنا وقلنا، وقلنا ايه؟ وقلنا ان ممكن، ان ممكن حرف الجر د يدغم وحرف الجر ده د لا يدغم. امتى بقى؟ اذا جاء مع المكان. طيب هل شرط مكان؟ لا، ممكن يبقى فيه ايه؟ ممكن يبقى فيه اسماء. يعني معنى كده لما يكون مسبوق مع الاسم اللي موجود سواء كان اسم شخص او اسم علم او كميات، يبقى في الحاله دي مش شرط مكان يا اولاد، مش شرط مكان، ممكن يبقى ايه؟ ها تمام، يبقى لما يبقى موجود مع الاسم اللي موجود صفه ملكيه. مين صفات الملكيه؟ ماما مي طنطا تي، ارجع تاني. صفات الإشارة مين؟ سو سي ست سي، ارجع تاني. أو اسم علم أو كميات. يبقى إذا كان الاسم اللي موجود مسبوق بأربع حاجات من دول، الاسم اللي موجود عندي اللي هو بعد النقط على طول، تمام؟ يبقى مش شرط مكان. يبقى إذا جاء مع المكان، لا مش شرط مكان، ممكن يبقى مكان وممكن يبقى إيه كمان؟ تمام، ممكن يبقى اسم أو أي حاجة، مش مهم بقى. يبقى في صفات ملكية، في صفة إشارة، اسم علم، في كميات، بعد النقط، يبقى في الحالة دي هتحط مين؟ هتحط دو، تمام؟ بار إكزامبل ما فواتير، ما صفة ملكية، يبقى دو، دو ما فواتير، دو ما فواتير، تمام؟ سيت إيكول، سيت إيكول، هذه المدرسة في صفة إشارة، تبقى دو سيت إيكول. محمد اسم علم، يبقى دو محمد. بلان ممتلئ، يبقى بلان دو، كميات. يبقى طالما في الاربع حاجات دول اللي هي صفات الملكيه، صفات الاشاره، اسماء العلم والكميات، يبقى لا يدغم، يبقى ايه؟ يبقى دو، تمام؟ خلي بالك من حاجه مهمه جدا، لو انا بعد النقط بادئ بايه مثلا؟ بادئ باسم مبدوء بحرف متحرك، بحرف فايل، يبقى في الحاله دي هتبقى دي ابوسخف. يبقى ممكن الدو دي تتحول الى دي ابوسخف اذا جاء بعده اسم مبدوء بحرف ايه؟ اسم مبدوء بحرف متحرك. تعال نشوف الاكزامبل اللي موجود قدامك. اول مثال عايز اكمل بدو، دي دولا دولا بصرف دي، ما مير ما مير ما، تمام؟ هنا الاسم اللي موجود مسبوق اسم عادي، اسم ما فيهوش، اسم فيه الاربع حاجات دول ولا ما فيهوش؟ قال لي اه فيه، فيه مين؟ في صفة ملكية. يبقى في الحالة دي أحط إيه؟ أحط دو، تمام. المثال التاني سيتيكال، ست، تمام، في من الأربعة دول؟ قال لي أه في من الأربعة دول. حلو، في مين؟ قال لي في صفة الإشارة، يبقى الإجابة دو. المثال التالت كلمة ليسي، في واحد من الأربعة دول؟ قال لي أه مفيش من الأربعة دول. يبقى في الحالة دي بقى أختار مين؟ يا دي يا دو لا، يا دو لا بصرف يا دي. دي للماسكولان، دو لا للفيمينان، دو لابوسخوف للفويل، دي للبلوريال، تمام. كلمة ليسي إحدى الكلمات قال إيه؟ تمام؟ سامع حد بيقول لي يا مسيو إن الكلمة دي ماسكولان مذكر، يبقى الإجابة مين؟ تبقى الإجابة دي. إيكول
حاجه من دول؟ لا. طب يكون مبدوء بايه؟ قال لي بحرف فويل، تبقى الاجابه دي ال ابوسخوف. دي ال ابوسخوف، تمام. دول يكون بيراميد، بيراميد اسم جام، يبقى الاجابه دي جار اسم فيمينا، تبقى الاجابه دو لا. يبقى احنا عرفنا ان حرف جر دو يدغم، وحرف جر ايه برضو ممكن يدغم وممكن لا يدغم، وعرفنا امتى بيدغم وامتى لا يدغم. اسم مبدوء بحرف متحرك، ما انت قلت لي يا مسيو ان ايكول دي مبدوء بحرف متحرك، قال لي اه بس غير معرفه. يعني ايه غير معرفه؟ ايكول بقول مدرسه ولا المدرسه، تمام. طب امتى يا مسيو ان انا احط دي اوصرف؟ لما اقول لك كده اين ايكول، اين ايكول. خلي بالك انا قلت لك مين، ها قلت لك ان دي ممكن تبقى، ها دي ابوصرف، ما قلتلكش ان ممكن مين، ما قلتلكش ان ممكن تبقى دي لا تبقى دي ابوصرف. قلتلك لو دي ممكن تتحول لدي ابوصرف، امتى؟ لما يكون في المثال زي ده كده، تمام. يبقى في الحاله دي دي ابوصرف، دي نيكال من مدرسه، تمام كده، تمام. ده الجزء الثاني او النقطه الثانيه في الجرامير. تعال نشوف النقطه الثالثه. ها لغايه دلوقتي في اي جزئيه صعبه؟ الامر واضح والامر سهل وبسيط جدا. بناء على الاسم انا بختار حرف الجر اللي موجود. النقطه الثالثه وهي حرفي الجر مش دغوات، مالهم دول؟ حرفين الجر دول اللي هو كلمه جوش وكلمه دغوات. جوش يعني شمال، دغوات يعني ايه؟ دغوات يعني يمين، تمام. ممكن حرفين الجر دول ممكن يبقوا موجودين في النص وبعديهم اسم، ممكن يبقوا موجودين فين، ممكن يبقوا موجودين في الاخر. طيب جوش ودغوات، قال لي اولا لازم يكون معاهم مين؟ يبقى جوش ودغوات تسبق بمين؟ تسبق ب طيب يكونوا موجودين فين؟ قال لي يبقوا الاثنين دول وجوش ودغوات يظل يظل كما هما في، ها تمام، في اخر الجمله. يبقى ما يجيش بعديهم اي حاجه، يعني اي حاجه ما تجيش بعد كلمه جوش ودغوات، يبقى جوش ودغوات، تمام. زي ما اقول كده مثلا جو في اغوش، مفيش بعديهم اي حاجه، اغوش. حلو الكلام. يبقى ممكن يكونوا موجودين في الاخر. لما يكون النقط موجوده في الاخر، في الاخر اهو يعتبر من في الاخر اهو، يبقى كلمه اغوش واغوات. طيب ممكن يجي بعديهم ايه بقى؟ قال لي ممكن يجي بعديهم جي دولا دولا بصغف دي. امتى؟ اذا جه بعديهم حاجه تانية. يعني ايه في الاخر؟ يبقى اغوش اغوات. طب بعد كلمه اغوش جه كلمه تانية، هشوف بقى الكلمه التانية دي ايه. الكلمه التانية مذكر، تبقى دي دولا مؤنث، تمام. دولا بصرف متحرك، دي للايه؟ للجمع. زي ايه مثلا؟ زي ما اقول لك مثلا، يبقى احنا اتفقنا، ما اقول لك لو في ايتا جوش، تمام؟ اجوش فضلت زي ما هي. طيب بعد جوش جه اسم مكان، جه اسم ايه؟ جه اسم اسم مكان. اسم المكان دوت، خلي بالك بقى، اسم المكان ده مثلا هشوف بقى، لو مذكر تبقى جي، لو مؤنث تبقى دولا، لو متحرك تبقى دولا ابوسترف. يبقى اجوش جي، اجوش دولا، اجوش دولا ابوسترف، اجوش دي، او ادغوات جي، ادغوات دولا، ادغوات دولا ابوسترف، ادغوات دي، تمام. يبقى عندنا جوش ودغوات يسبق ب ا، مهم جدا، وممكن يجي بعديهم جي ودولا ودولا ابوسترف ودي، او ممكن ما يجيش بعديهم الكلام ده. دي النقطه رقم 3. نشوف النقطه رقم 4 وهي اسماء البلاد والدول والقارات والكلام ده بتسبق بايه. النقطه رقم 4
بنقول يا اولاد تمام، بنقول اسم الدولة المذكرة. يبقى معنى كده ان انا عندي ايه؟ تمام، عندي اسم دولة مذكرة واسم دولة مؤنثة. تعال نشوف بقى النقطة الرابعة، اسماء الدول او اسماء الدولة الايه؟ اسماء الدولة المذكرة، اسم دول مذكرة. يعني ايه دول مذكرة؟ اسماء الدول المذكرة بس بشرط اسماء الدول المذكرة المبدوءة بايه؟ تمام؟ مبدوءة بحرف ساكن. هو في اسم دولة مبدوء بساكن، في اسم دولة مبدوء متحرك؟ قال لي اه. تمام، كل اسماء الدول المذكرة المبدوءة بحرف ساكن يسبق بحرف جر او، زي او جابون اسم دولة مبدوءة بحرف ايه؟ مبدوءة بحرف ساكن، او جابون، او سودا، وهكذا. طيب في دولة مؤنثة؟ قال لي اه. اسم الدولة مين؟ المذكرة المبدوءة بحرف متحرك. يبقى في اسم دولة مذكرة مبدوءة بحرف ايه؟ متحرك، زي ايه؟ عندك اسم دولة مذكرة مبدوءة بحرف متحرك وليكن ايران مثلا. ايران، هي ايران دي بدأ بحرف ايه؟ بدأ بحرف الاي. تمام، طيب هي اسم دولة مذكرة مبدوءة بحرف متحرك. قال لي ما لا تسبق. واسماء القارات كمان، ايه اسماء القارات؟ زي ايه مثلا؟ ايران او افريقيا، كل اسماء القارات. يبقى الملحوظة دي شاملة حاجتين، ايه؟ الجزء ده شامل حاجتين، شامل اسم الدولة المذكرة مبدوءة بحرف متحرك، تمام؟ والقارات مالها؟ قال لي تسبق بحرف الجر اون. اون. طيب اسم الدولة المؤنثة، اسم الدولة المؤنثة البدأة بساكن أو بدأ بمتحرك بتسبق بحرف الجر برضو مين؟ قال لي برضو بتسبق بحرف الجر اون. يبقى اه عندي في حاجتين، الدولة المذكرة المبدوءة بمتحرك والقارات، وأسماء الدول إيه؟ المؤنثة. بار إكزامبل اللي هي إيجيبت اسم دولة إيه؟ اسم دولة مؤنثة مبدوعة بحرف متحرك. فرانس تمام، اسم دولة مؤنثة مبدوعة بحرف مين؟ مبدوعة بحرف ساكن. يبقى الأو مع أسماء الدولة المذكرة المبدوعة بمتحرك ومع القارات ومع اسم الدولة مين؟ المؤنثة اللي بدأ بساكن أو بدأ بإيه؟ أو بدأ بمتحرك. اللي بعده، جميع العواصم والمدن، جميع العواصم والمدن مالها؟ قال لي تسبق بحرف الجر آه. آه، أسماء العواصم والمدن مع آه. بار إكزامبل آه باري، آه ألكسندري، ألكسندري. ما عدا، ما عدا، ما عدا مين بقى؟ في جميع عواصم، في عواصم ومدن لا تسبق بآه. مين؟ قال لي كير، كير. ايه تاني؟ فيوم، سيناي. مع مين يا مسيو؟ دول بيجي قبلهم او، او كير، او فيوم، او سيناي. يبقى اسماء الدول، اسماء العواصم والمدن مع اه الا كير وفيوم وسيناي، معهم مين؟ معهم او. نيجي لاخر حاجه، نيجي لجميع دول الجمع، جميع دول الجمع تسبق بحرف جر او بس معاها مين؟ مع اكس. زي مين مثلا؟ زي ايطا اوني الولايات المتحدة. زي مين؟ فلبين، فلبين. تمام، خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ان في عواصم وفي مدن ممكن تنتهي بالاس. زي مين مثلا؟ زي كان، زي نانت، زي بردو او برودو، في بروكسل، وفي لندن، وفي نانت، في كل ديت. خلي بالك دي اسماء عواصم ممكن تنتهي بالاس. يبقى مش معنى كده ان كل اللي منتهي بالاس يبقى جمع. في اسماء عواصم ومدن بتنتهي بالاس، زي كلمه باري مثلا منتهيه بالاس بس هي مش جمع، تسبق بمين؟ تسبق ب اه. يبقى او مع اسماء الدول المذكره، او مع اسم الدول المذكره مبدوعه بفويل او القارات، اسم الدول المؤنثه المبدوعه بفويل او مبدوعه بساكن، اه مع جميع العواصم والمدن ما عدا كير وفيوم وسيناي تسبق بأو، اما جميع دول الجمع تسبق بمين؟ تسبق بأو. تمام؟ طيب تعال نشوف اكزامبل هنا، نقط الكسندري،
Alexandre. Not Caire. Not Egypt. Not Afrique. وهكذا. تمام. Alexandre. ها أي ملحوظة في دول؟ تمام. ها جميع عواصم ومدن تبقى أ كير. قلنا كل العواصم والمدن بقى ما عدا كير وفيوم وسيناي تبقى و ايجيبت. اسم دولة مؤنثة مبدوعة بحرف متحرك تبقى اون ايجيبت. افريك اسم قارة تبقى برضو مين؟ تبقى اون. نقط سودا تبقى الإجابة او. داكور. تمام. موضوع سهل. ادي النقطة رقم 4. تعال نشوف النقطة رقم 5. النقطة الخامسة. بنقول لك كل فصول السنة. فصول السنة ايه فصول السنة يعني؟ فصول السنة عندك ايتي، عندك ايفير، عندك برينتون، عندنا اوتون. دول فصول الايه؟ فصول السنة. بنقول كل فصول السنة اللي انا عالم عليها بالاحمر دي اللي هي الايتي بمعنى صيف، ايفير ها شتاء، ها اوتون، اوتون يعني خريف. مش ملاحظ حاجة؟ في التلاتة دول اللي هي الايتي مبدوعة بالايه المتحرك، تمام، والايفير مبدوعة بالاش، والاوتون مبدوعة بالا. مالهم بقى؟ كل فصول السنة بياخدوا حرف جر اون. اون ايتي، اون ايفي، اون اوتون. قال لي ما عدا اللي انا ما علمتش عليه ده، فصل، تمام، فصل الربيع. ماله؟ بياخد بيسبق بحرف جر مين؟ او. تبقى الاجابه او برينتون. او برينتون. سهل عليك؟ اه سهل عليا يا مسيو. اي كلمه مبدوعه بمتحرك من فصول السنه اهي او ان ساكن، او متحرك يبقى ساكن مع متحرك، تمام. طب او قال لي متحرك مع ساكن، يبقى الحرف الجر اللي منتهي بالساكن هيبقى بعديه متحرك، او الكلمه اللي بدأ بمتحرك تنتهي الكلمه اللي قبلها بالساكن، والعكس. الكلمه اللي بدأ اللي نهايتها متحرك بدايه الكلمه الثانيه ايه؟ ساكن، او العكس. الكلمه لو بدايتها ساكن يبقى الكلمه الثانيه الكلمه الاولى اخرها ايه؟ اخرها متحرك، تمام. يبقى اونيتي، اونيفي، اونوتون. اما برينتون دوت يسبق بمين؟ يسبق بأو. يبقى أو برينتون. كلهم بمعنى إيه؟ وكلهم بمعنى في، تمام؟ أقول تاني؟ حلو الكلام. كل فصول السنة تسبق بحرف الجر أو ما عدا فصل الربيع، فهو يسبق بحرف الجر مين؟ هو يسبق بحرف الجر أو. دي النقطة رقم 5. تعال نشوف النقطة رقم 6. بيقول لك فيرب اسمه فيرب فير. فيرب فير. فيرب فير ده يعني ايه؟ قال لي فيرب فير ده يعني يمارس. فيرب فير يعني ايه؟ قال لي فيرب فير يعني يمارس. قال لي فيرب فير بمعنى يمارس بيجي معاه دو دو لا دو لا بصرف دي. خلي بالك هما دول لما يستخدموا دي ودو لا ودو لا بصرف ودي، لما تستخدم مع فيرب فير مش هتستخدم كايه؟ مش هتستخدم كحرف جر، ولكن هتستخدم كايه؟ هتستخدم كأدوات تعريف. كأدوات تعريف. مع العلم ان هم اصلا ادوات تجزئه، يبقى امتى استخدم ادوات التجزئه دول؟ يبقى هم دول في الاصل ادوات تجزئه. دي ودو لا ودو لا بصرف ودي. لكن لما يستخدم مع فيرب فير هستخدمهم كايه؟ كأدوات تعريف. امتى؟
يبقى فيرب فيغ هستخدم معاه دول، واحنا عرفنا ان دي ايه مذكر ودول مؤنث ودول ابوستروف. قال لي مع مين؟ قال لي مع اللعبه الرياضيه. مع اللعبه الايه؟ مع اللعبه الرياضيه. يبقى فيرب فير اهو، بص في المثال جو في، هنا موجود فيرب فير ولا؟ قال لي اه. نوت تنس، هنا في لعبه ولا لا؟ قال لي اه. يبقى الحاله ديت هختار مين؟ حسب هنا الاسم المذكر ولا المؤنث، يبقى الاجابه دي. يبقى احنا قلنا في الملحوظه رقم 6 فيرب فيغ بمعنى يمارس، يستخدم معاه دي دو لا دو لا بصرف دي، تمام، بمعنى يمارس. وبعديه اللعبه الايه؟ اللعبه الرياضيه. اللعبه الرياضيه مذكر، اللعبه الرياضيه مؤنث، وهكذا. جوفي نقط تنس، يبقى الاجابه جوفي دي تنس. طيب لو انا جيت قلت مثلا ايل نو في با نقط تنس، كلمة تنس دي ثابتة صح؟ طب ما ايه المتغير؟ قال لي فيرب فيغ، قال لي فيرب فيغ في الجملة الأولانية كان ايه؟ كان افيرماتيف، في الجملة الثانية كان نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني منفي. يبقى في الحالة دي طالما فيرب فيغ موجود في حالة النفي، تبقى الإجابة ايه يا أولاد؟ تمام؟ واحدة من اثنين، يا دو أو دي أبوسخوف. دو مع الساكن، دي أبوسخوف يعني مع الايه؟ مع المتحرك. ومع كده الأربع أدوات دول يتحولوا يبقى مين؟ دو أو دو أبوسخوف إذا كان فيرب فير إيه؟ تمام؟ إذا كان فيرب فير في حالة النيجاتيف. دكاك؟ تمام. نبص في الحالة رقم 7 أو النقطة رقم 7، بنقول كل شهور السنة تسبق بحرف الجر أون. أون سبتمبر، أون أكتوبر، أون نوفمبر. يبقى شهور السنة تسبق بحرف الجر أون. الملحوظة رقم 8 بنقول إيه بقى؟ التعبير عن حالة الجو. حالة الجو، السؤال الذي يطرح على حالة الجو، السؤال اللي موجود معايا على حالة الجو، السؤال بيقول ايه؟ كيل تون فيتيل، كيل تون فيتيل، او كيل تون إيل في، هي هي، ممكن اقول كيل تون فيتيل او كيل تون إيل في. يبقى انا عندي ممكن اقول فيتيل او إيل في. عشان اعبر عن حالة الجو ممكن استخدم فيرب فير، وفيرب فير في الحالة دي لو انا استخدمت فيرب فير، خلي بالك على الهامش كده، هو فيرب فير في الاصل فيرب بيرسونال. يعني ايه بيرسونال؟ يعني فعل شخصي، تمام؟ يبقى انا عندي فيرب فير في الاصل فيرب بيرسونال. طب فيرب فير لما يستخدم مع حالة الجو يبقى فيرب ام بيرسونال، يعني غير شخصي. يعني ايه بقى شخصي؟ يعني غير شخصي. يبقى فيرب فير لو استخدمته مع، تمام، مع الجو يستخدم كفعل ايه؟ غير، تمام، غير شخصي. يعني ايه بقى غير شخصي؟ اي لا يتم تصريفه الا مع ايل. يبقى في الحاله دي هو في الاصل ايل بمعنى ايه؟ بمعنى هو. طب هو يعمل هو الجو؟ لا، هو يستخدم كاكسبريسيون يعني مصطلح او تعبير بمعنى الجو. يبقى ايل في، ايل في، تمام؟ او لطو ايه؟ الطقس يكون وكلاهما، سواء كانت كلمة إيل في أو كلمة لطو إيه، يأتي بعدهم الصفة في حالة الإيه؟ في حالة المذكر. يعني ما ينفعش أقول الجو جميلة، طقس يكون جميلة، لا، أقول الجو جميل، طقس جميل. يبقى في الحالة ديت لازم أستخدم الصفة اللي بعديها تبقى صفة إيه؟ تبقى صفة، تمام، مذكرة، وليكن بو أو فغوا، فغوا يعني برد، أو شو، وهكذا، تمام؟ يبقى إيل في لازم يجي بعديه إيه؟ تمام، الصفة في حالة المذكر. كلمة لطاء ايه؟ يأتي برضو بعديه الصفة في حالة المذكر. أو أستخدم الإكسبريسيون على بعض اللي هو كلمة إيليا. وإيليا هنا هو في الأصل بمعنى منذ، لكن لما يستخدم مع التعبير عن حالة الجو تبقى بمعنى يوجد. يوجد، يبقى إيليا أستخدم معها دي مذكر، تمام، ديلا مؤنث، ديلا بوسخوف مفايل، ديل الجمع، تمام. يبقى إيليا ديفا في ريح، اليا دولا، دولا اسم اللي بعديها يكون ايه؟ مؤنث. دولا بلوي مثلا، دولا بلوي يعني مطر، دولا بوسروف مثلا يعني اوراج، دي جمع نياج سحب، وهكذا، تمام. يبقى في الحاله دي التعبير عن حاله الجو عندي كلمه الفي، وقلنا وشرحت الفي ده على الهامش كده، قلت ان فيرب فيغ وفي الاصل فيرب بيرسونيل لما يستخدم للتعبير عن حاله الجو بفعل غير شخصي، وقلنا غير شخصي عليه يتم تصريفه الا مع ايه؟ الا مع ايل. وقلنا المصطلح كلمه اليا
ممكن استخدم مع اليادي يوجد دي دو لا دي لابوستروف دي ويجي بعد يوم الحالة الجو فين مذكر او مؤنث او الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليه. تمام يا اولاد؟ تمام. وفي الحالة دي اسمها ادوات ايه؟ ادوات تجزئة. طيب ننقل على الملحوظة رقم 9. ملحوظة 9، خليكم معايا انتبه. الملحوظة 9 عندك قلنا اوني تي، قلنا اوني في، قلنا اون اوتون، قلنا او برينتون. الحديث عن حالة الجو لسه، بس حالة الجو بيبقى فين؟ كان اللي فات ده كان حالة الجو بصفة عامة، دي حالة الجو في فصول للسنة. لما اقول اوني تي في الصيف الجو بيبقى ايه في الصيف؟ تمام، ده برضه بتيجي في الاختيارات. اوني تي هقول ايه بقى؟ ها ايل في، ايل في شو، دي اكثر كلمة شيوعا، شو يعني حار. اوني في تمام، هقول ايل في الجو في غوا بارد. ده يضطرنا ان انت لازم تعرف كلمات الايه؟ كلمات الطقس. اونوتون ايل في موفي، ايل في موفي. او برينتون ايل في تمام بو. طب ينفع استخدم حالات تانية؟ قال لي ايه؟ ما اقول لي تون، لي تون ايه شو، لي تون ايه فغوا. يبقى كل الصفات ممكن استخدم ايه الفي ولي تون ايه. طيب انا مش عايز استخدم صفات، عايز استخدم اسماء. اسماء تبقى الاجابه اليا، اليا دي نياج فين، اليا دي نياج، نياج يعني سحب، اليا دي نياج يوجد سحب فين؟ ها في الايفي في الشتاء. تمام، يبقى ممكن في الشتاء هقول ايه الفي في غوا، او اليا دي نياج دي نياج، اقول لو تون اي في غوا، لو تون اي في غوا. يبقى لازم اعرف ايه حالات فصول السنه، حاله الجو فين في الفصول الايه، فصول الاربعه، شو في غوا موفي بو، شو في الايتي في غوا، في الايفي موفي، في الاوتون بو، في البرينتون. نيجي بعد كده للنقطة رقم 10، وهو أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام نقطة رقم 10. طيب هي أدوات الاستفهام هتفيدني في إيه؟ أدوات الاستفهام هتفيدك في سؤال الإيميل، سؤال وإجابة. تمام، لازم أعرف إيه أدوات الاستفهام. عندك يبقى interrogation، انتروجاسيون يعني ايه؟ طب نخليها بشكل اوضح، نخليها بشكل اوضح. انتروجاسيون اللي هو مين؟ تمام، اللي هو الاستفهام. اداة الاستفهام او اداة الاستفهام دو، اداة الاستفهام طاغو. العامل المشترك ما بينهم او دول، ده للمكان، المكان المسبوق بحرف جر، ممكن يبقى ا، ممكن يبقى او، ممكن يبقى ا لا، ممكن يبقى ا الا بصغف، وممكن تبقى او، وممكن تبقى اون. دو برضو للمكان المسبوق ب دو، دو لا دو لا بصغف دي. باغو للمكان المسبوق بحرف الجر مين؟ المسبوق بحرف الجر باغ. تمام، طبعا في الايميل هو سؤال واجابه، يبقى او، يبقى لازم اسم المكان مسبوق باي حاجه من دول،
دو يبقى لازم اسم المكان مسبوق بحاجه من دول. باغو يبقى لازم اسم المكان يكون مسبوق بمين؟ يكون مسبوق بباغ. يكون مسبوق بايه؟ بباغ. الاداه اللي بعديها كون. كون ودي السؤال على الزمن الغير ها محدد. زمن غير يعني ايه زمن غير محدد؟ انا عندي في زمن محدد وزمن غير محدد. يعني ايه محدد؟ محدد بوقت. غير محدد يعني ايه؟ غير محدد يعني يوم شهر كده اسماء الشهور. يعني عندك مثلا لو ماتان لو ماتان لو سوار اوجوردي دي كلها يا اولاد تمام. ده كل ده وقت ايه؟ وقت غير محدد. يبقى في الحاله دي هتكون كو. يبقى طالما في كو كو يعني متى. يبقى في الحاله دي هيكون معايا مين؟ هيكون معاك وقت غير محدد لو متى للسواق اوجوردي وهكذا. طبعا حاجات كتيره مش شرط دي تمام. نشوف الاداه اللي بعد كده ا كيل اور ا كيل اور يعني في اي ساعه. يبقى ده مين يا اولاد؟ تمام الوقت المحدد. الوقت مين المحدد؟ يعني ايه وقت محدد؟ لازم احدده بوقت. لازم احدده بايه؟ لازم احدده بوقت. يبقى اقول مثلا ا ستور الساعه 7 وهكذا تمام. يبقى عندك وقت غير محدد هتبقى كون. عندك وقت محدد هتبقى ا زائد اسم الايه؟ زائد اسم الايه؟ زائد اسم الساعه تمام. السؤال عن المهنه. سؤال عن المهنه. لما اجي اسال حد عن المهنه بتاعته هقول له ايه؟ ممكن اقول له كيل ايتا بروفيسيون كيل ايتا بروفيسيون او كيل اي تون ميتيي. عندك كلمه كيل السؤال عن المهنه. عندك كلمه مهنه ليها معنيين ميتيي مهنه بروفيسيون مهنة أو وظيفة تمام. كلمة ميتيه مهنة بس ماسكولا مذكر. يبقى في الحالة دي هقول المذكر كال. عندك البروفيسيون كلمة مؤنثة تبقى كال. دي مهم جدا بتيجي في الامتحانات في الشوازي كتير. يبقى الميتيه هتبقى كال والبروفيسيون تبقى كلمة مؤنثة. يبقى دي كلمة مذكر ودي كلمة ايه؟ كلمة مؤنث. السؤال عن اللغة. السؤال عن ايه؟ عن اللغة. السؤال عن اللغة برضو بكل بتاعة المؤنث. يبقى اللغة اسمها اصلا اللغة اسمها لونج. لونج يعني لغة. يبقى ممكن اقول كيل لونج كيل لونج. لونج يعني ايه؟ تمام قلنا لونج يعني اللغة. طيب سؤال عن في عن في اي فصل. فصل كلمة فصل مش الفصل لا فصل مش الفصل الدراسي فصل من فصول السنة. كلمة فصل اسمه سيزون. سيزون يعني فصل. يسبق برضو بايه؟ يسبق بكل. يبقى الإجابة كل سيزون. اي فصل انت بتفضل او في اي فصل. لو انا بتكلم في اي فصل يبقى اقول اون كيل سيزون. لو انا بتكلم عموما يبقى كيل سيزون. في اي فصل انت بنكون يبقى اون كيل سيزون. طيب اي فصل انت بتفضل يبقى كيل سيزون. كيل ايه؟ كيل سيزون تمام. ما اقول مثلا فصل الشتاء فصل الصيف فصل الخريف ليفي لي برينتون وهكذا تمام. الجنسية. الجنسية 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 اسمها ايه؟ تمام اسمها ناسيوناليتي. ناسيوناليتي برضو هتبقى باستخدام كل. يبقى كل سيزون كل ناسيوناليتي جنسية كل لونج كل ميتيه كل بروفيسيون تمام. طيب
بعد كده في حاجة اسمها بريزون اللي هو المضارع. البريزون البريزون مضارع ده لازم يكون له او لازم يكون له اسف لازم يكون لي كلمات دل عليه. ايه الكلمات الدل عليه اللي اسمها الموكلي اوجوردي اوجوردي مانتنو شك بتساوي كلمة تو. دي كلمات الدل عليه. البريزون المضارع عندك المضارع دوت بينقسم الى جروب مجموعات. طب ممكن يا مسيو الجملة تبقى في حالة البريزون من غير استخدام الكلمات دي؟ قال لي اه ممكن استخدم البريزون من غير الكلمات دي. تمام. عندك الجروب ده ثلاث مجموعات، احنا عندنا تروا جروب ثلاث مجموعات. عندك مثلا المجموعة الأولى تنتهي بالإي إر نهايتها حسب كل ضمير مع الجو الإي تي اس ال ال اي نو او ان اس الفو اي زد الاي لافيك اس اي اي لافيك اس النهايه اللي هي مين؟ اللي هي الاو ان تي. دي المجموعه مين؟ دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه اللي بتنتهي بالاي ار نهايتها اي اس اي اس اي تي اي اس اس او ان اس اي اس اس اي زد اي اس اس اي ان تي ان تي. اما المجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه اللي هي بتنتهي بالار اي والاو اي ار او بالاي ار دي اسمها مجموعه الشواذ. اشهر افعال فيها فيرب اتغ verb avoir verb prendre وهكذا. ودي ملهاش ايه؟ ودي ملهاش قاعده. يبقى احنا البريزون اوجوردي مانتينون شاك وتو. ده البريزون. طبعا ما تنساش ان في فيرب مهم جدا جدا في المجموعه الاولى اللي هو فيرب مين؟ تمام؟ اللي هو فيرب علي. طبعا المجموعه الاولى الى انه ايه؟ الى انه شاذ. تصريفاته في va va allons allez vont. طيب اللي بعده الامقاتيف الامر. هبسط لكم الدنيا في الامر. الامر مهم جدا وسهل جدا، مش هنشرح قواعد طبعا لان مفيش وقت، موضوع طويل في الامقاتيف، ولكن احنا هندخل عليه مباشرة. طيب الامقاتيف، هل في كلمة بتدل على الامقاتيف زي بريزون كده؟ قال لي لا مفيش. اما اعرف منين الجملة دي في الامقاتيف؟ ازاي اعرف الامقاتيف؟ الامقاتيف يا اولاد حاجة من اتنين، يا اما جملة بدأ بفعل، يا اما جملة بدأ بنقط مباشرة. تمام. يبقى انا عندي الامقاتيف حاجة من اتنين، رقم واحد يا اما ايه؟ تمام، جملة بدأ بنقط مباشرة، أو رقم اتنين جملة بدأ بإيه؟ جملة بدأ بكلمة وبعد الكلمة في كومة. تمام؟ حلو الكلام. طيب الإمقاتيف لو سواء كان بقى الملحوظة اللي أنا هقولها بقى وهسهل عليك الدنيا، الجملة بدأ بإيه؟ بنقط، أو الجملة بدأ بكلمة وبعد الكلمة نقط، بعد الكلمة في كومة، يبقى في الحالة دي تعالى نشوف. في ملاحظات هامة جدا، إزاي أجاوب عليه؟ كيف؟ نجاوب على تمام على الامقاتيف. لو انا عندي في الجمله ملحوظه رقم واحد، لو انا عندي في الجمله فيها تو تا تي او سيل تو بلاي سيل تو بلاي. تمام. لو انا عندي الجمله بادئه بتو تا تي فيها تو وتا وتي او سيل تو بلاي، يبقى في الحاله دي اللي هيكون بين قوسين اللي هيكون في الاختيارات هنا فيرب ينتهي بالاي يا ينتهي بالاي اس يا اما كلمه فا. تاني
لو انا عندي الجمله المفروض ان هنا اختار مين؟ اختار الفعل اللي هو في صيغه الامبراتيف. امتى؟ لو انا الجمله فيها طون طاتي او فيها سيل تو بلاي او فيها مين؟ سيل تو بلاي، يبقى في الحاله دي الفيرب اللي موجود بين قوسين الاختيار، الاختيار هيكون فيها اما فيرب اخره ايه؟ يا اما فيرب اخره يس يا اما كلمه فار. طب هل الثلاثه هيكون؟ لا، واحد فيهم هيكون موجود. ازاي؟ تعال نشوف مثال. نوت تون ديفوار، تون ديفوار، تمام. هنا اللي انا قلت عليها في الامبراتيف جمله بدأ بنقط وبعض النقط في تون او تا او تي او سيل تو بلاي، يبقى تون في الحاله دي اختار فيرب ينتهي بالاي يا يس يا اما كلمه فا. تعال نشوف، وليكن مثلا فيني سون، فيني ولا فيني سي، تمام. الاختيار يا اما اي يا اما يس يا اما كلمه فا. هنا مين؟ يبقى فيني. داكور، تمام. نقط تابلاس، تابلاس اختار فا فا في، تمام. الاختيار بتاعي هيكون مين؟ هيكون كلمه فا. يبقى الاجابه فا اتابلاس. اذهب الى ايه؟ اذهب الى مكانك، تمام. تعال نشوف، يبقى دي نقطة واحد. ايه نقط كلمة فوتر او كلمة فو او كلمة سيلفو بلي، سيلفو بلي، تمام يا استاذ، تمام. يبقى في الحالة دي هختار اللي بين قوسين يا اما فيرب اخره ازد، طيب، او لو ما لقيتش الازد او فيرب اخره اس. طب والاس دول مع مين؟ مع فيربين، مع فت وديت. يبقى في الاول ادور على مين؟ ادور على الفيرب اللي اخره زد. طب ما لقيتش زد، يبقى في الحاله دي هيكون الفيرب اخره اس مع الفيربين دول اللي هو فيرب فت وفيرب ديت. طيب لو انا ما لقيتش لا ده ولا ده، لو ما لقيتش ده ولا ده، الاقي في الحاله ديت لو انا لقيت نطق او نو، يبقى في الحاله دي النقط اللي موجوده هنا اختار الفيرب بتاعنا اخره او ان اس. ده اذا كانت الجمله بدأ بايه؟ بدأ بنقط، تمام. طب لو الكلمه بدأ بكلمه، لو الكلمه بدأ بكلمه في صيغه المفرد ولا بدأ الكلمه في صيغه الجمع؟ لو بدأ بالمفرد هتبقى الاجابه يا اما او يا اما اي اس يا اما كلمه فا. بار اكزامبل محمد، ايا كان بقى الاسم مفرد، يبقى في الحاله دي هيكون الفيرب اخره يا او يا اي اس يا اما كلمه فا. طيب لو الكلمة في صيغة الجمع، لو الكلمة في صيغة الجمع أو وجود كلمة مسيو، هي مسيو مسيو دي في الجمع اللي لا، ولكن بصيغة مين؟ ها؟ احترام، تمام. يبقى المسيو يعامل معاملة الجمع لصيغة الاحترام، تمام؟ بس لا مدام. واختلف الناس في كلمة بابا وكلمة ماما، هل هي تعامل معاملة المفرد ولا تعامل معاملة الجمع؟ لو اعتبرناها في المفرد اوكي، لو اعتبرناها بصيغه الاحترام اوكي، ده اختلاف. يبقى كلمه في حاله الافراد هتبقى الاجابه يا اي اس يا اما يا اما فا. طب مسيو كلمه في الجمع او مسيو او مدام، هيكون الاختيار يا اما او زد يا اما او اس. هو ده الامبراتيف بسهوله جدا. بسرعه بسرعه كده تعالى ننقل على حاجه جديده، وهو الفيتور بروش. الفيتور بروش، وده اخر حاجة موجودة عندنا. قلنا الفتيغ، الفتيغ بوش اللي هو المستقبل القريب. المستقبل القريب ده ايه كلماته؟ كلماته كلمة دو في زائد مدة زمنية، كلمة ابينتو ابينتو، كلمة سوسوار، دي كلماته، تمام. وليس كل الكلمات طبعا، ولكن اي كلمه تدل على الفتيغ. ايه بقى الفتيغ بروش ده؟ حسب كل ده الفتيغ بروش بيتكون من ايه؟ بيتكون من، ها تمام، قال لي بيتكون من فعل عليه زائد الانفيناتيف اللي هو مين؟ اللي هو المصدر. يبقى المشكله عندي مين يا اولاد؟ في فيرب عليه، تمام. جو في
وهو بمعنى ايه بقى فيربالي ده؟ بمعنى سوف. كان في يستخدم كفعل اكزيلير مساعد بمعنى سوف. جو في تي فا ال ال فا nous allons vous allez ils elles vont زائد ها تمام زائد الانفينيتيف زائد مين زائد المصدر. تعبتكم معايا بس الموضوع سهل، بس زي ما قلت لك في البدايه لازم ان يكون عندك هدف. هدفك ان شاء الله او هدفنا كلنا هو الحصول على الفول مارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مسيو محمد رأفت معد المادة بجريدة الوفد التعليمية. اشوفكم ان شاء الله اذا ربنا قدر في الترم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الناس كلهم اللي ساعدونا في هذا العمل اللي انتم شايفينه دلوقتي. السلام عليكم.